الملتقى هو الأول من نوعه في جامعة الزيتونة لمناقشة أبرز المشاكل والمختنقات التي يعاني منها الطلاب في الجامعة. لم يكتفي الملتقى بذلك، بل بحث كيفية وضع حلول لهذه المشاكل وتعريف الطلبة الجدد بالتخصصات وتوجيههم لها. الغاية والغرض هو تفعيل دور الاتحادات الطلابية في المنطقة، الأمر اللي من خلاله على الأقل يكون في تواصل بشكل مباشر ووضع اليد على الجرح فيما يتعلق بمشاكل الطلاب، باش على الأقل تبدأ فيها آليات دائمة للتواصل مع الطلبة من خلال قيادتهم الطلابية بعد يتم اختيارها بشكل جيد لمعالجة كافة المشاكل اللي يعانوا منها الطلاب، سواء على الصعيد التعليمي أو حتى على الصعيد الشخصي. الملتقى الأول أقيم لاتحاد طلبة الكليات بمدرج كلية القانون في مدينة ترهونة بحضور عدد من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات وبحضور الكاتب العام للجامعة ورئيس مجلس الشباب بالمدينة، بالإضافة إلى رؤساء اتحاد الطلبة. موضوع الاجتماع ولب الاجتماع أن يكون في اتحادات طلبة على مستوى كليات بمدينة ترهونة، وأن كل كلية يكون اتحاد طلبة هو اللي يمثل الطلبة، ما يمثلش الدكاترة مثلا أو يمثل الكلية بالتوسع. نقاط مهمة شهدها الملتقى تمحورت حول بناء المؤسسة التعليمية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل الجماعي المنظم لاتحاد الطلبة لبناء جسور التواصل مع الإدارة، وهو ما وجد استحسانا من الحاضرين، ليبقى الحكم على مثل هذه الملتقيات مرتبط باستمرارها في المستقبل وتنفيذ ما تخرج به من توصيات.